اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج دوري الملوك مع خلود على موقع محطه مصر. لسه مكملين اخبارنا عن بطوله اليورو وبطوله كوبا امريكا، بس خلينا دلوقتي في بطوله اليورو. ايه اللي بيحصل في اليورو؟ ايه اللي بيحصل في المجموعه السادسه او مجموعه الموت في اليورو؟ كل اللي كانوا في المجموعه السادسه او مجموعه الموت خرجوا من البطوله ومن دور ال 16، او بمعنى اصح ماتوا. نبدأ بآخر ضحايا مجموعة الموت وهي منتخب ألمانيا. منتخب ألمانيا ودع البطولة وخرج من دور ال 16 بعد الخسارة من إنجلترا 2-0. لكن النقطة المضيئة اللي كانت في المباراة دي هو جاك جريليش. جاك جريليش لاعب أستون فيلا ولاعب الأسود الثلاثة اللي مانشستر سيتي بيفاوضه وعايز يشتريه من أستون فيلا. المهم إن جاك جريليش في 112 دقيقة بس قدر إن هو يعمل 2 أسيست لمنتخب إنجلترا ومقدم أداء حلو جدا في المباراة في البطولة السنة دي. جاك جريليش نزل في الدقيقة 69 وفي الدقيقة 75 قدر ان هو يجيب 3 اسيست للوك شو. لوك شو بعدها مرر الكرة لرحيم ستيرلينج، اللي انا قلت لكم قبل كده ان انجلترا حالفة ان رحيم ستيرلينج هو اللي يأهلها من كل الادوار في البطولة. رحيم ستيرلينج بقى ثاني لاعب في تاريخ انجلترا يسجل اول 3 اهداف ليهم في البطولة بعد جاري لينكر في كأس العالم 1986. جاك جريليش برضه هو اللي عمل الاساس في الهدف الثاني لهاري كين اللي كان اداؤه وحش جدا خلال المباراه وكمان وحش في دور المجموعات، وكان في ناس كتير جدا خاصه الصحفيين الانجليز بيهاجموه طول الفتره اللي فاتت، لكن الهدف ده انقذه من كل النقد اللي كان هيبقى عليه. لكن انا شايفه ان هاري كين قدامه فرصه كويسه جدا في الماتشات اللي جايه انه يهدف وان هو يعلي التهديف بتاعه في البطوله ويعوض الاداء اللي هو عمله في الفتره اللي فاتت، خاصه ان منتخب انجلترا قدامه فرصه ذهبيه وكده كده البطوله يعتبر ان هي بتتلعب على ارضهم، فاي مركز ياخدوه غير المركز الثالث على الاقل او ان هم يوصلوا للمباراه النهائيه هيكون اخفاق كبير جدا لجاريث ساوث جيت. لكن هاري كين زي ما قلنا يقدر ان هو يساعد منتخب انجلترا في الخطوات اللي جايه، وخاصه ان هم هيلعبوا الماتش اللي جاي منتخب اوكرانيا وبعدها هيلعبوا الفائز من التشيك، لو عدوا طبعا اوكرانيا هيلعبوا الفائز من التشيك والدنمارك. على الجانب الاخر بقى منتخب المانيا. منتخب المانيا طبعا الحزن مسيطر عليهم ومش بس عشان الخروج. توني كروس نجم منتخب المانيا كان قبل كده في اخبار بتقول ان هو هيعتزل بعد بطوله اليورو، يعني مباراه انجلترا هي كانت اخر مباراه لتوني كروس نجم ريال مدريد ونجم الماكينات. كمان لوف المدرب التاريخي لالمانيا اللي بقاله معاهم 15 سنه او اكتر هيرحل برضو عنهم وهيتولى التدريب او الاداره الفنيه ليهم بعد كده هانز فليك المدير الفني السابق لبايرن ميونخ. المباراة الثانية اللي كانت في نفس اليوم ده بعد مباراة منتخب انجلترا ومنتخب المانيا هي مباراة اوكرانيا والسويد، اللي خلصت بان السويد خرجت من البطولة واوكرانيا لاول مرة في تاريخها راحت لربع نهائي بطولة اليورو. المباراة دي خلصت في الدقيقة 121، ده ليه بقى؟ عشان السويد فضلت 120 دقيقة او مش 120 دقيقة في اخر نص ساعة في الربع وربع عايزة توصل لركلات الترجيح، وما كانتش بتلعب بنفس الجدية اللي كانت بتلعب بيها اوكرانيا، لكن في الاخر دوفبيك قدر ان هو يحسم التأهل لمنتخب اوكرانيا، وشيفشينكو المدرب المدير الفني لمنتخب اوكرانيا قدر ان هو يقودهم للنهائي ربع النهائي الاول في تاريخهم. كمان كلاعب كان هو ليه الفضل في ان هم يتأهلوا لكأس العالم لاول مرة في تاريخهم في 2006، وكمان ليه كرة ذهبية تاريخية في 2004 وقدر ان هو يسجل اول هدف ليهم في بطولة اليورو في 2012، يعني شيفشينكو هو نجم منتخب اوكرانيا. تاني ضحايا مجموعة الموت معانا هو منتخب فرنسا اللي خرج على ايد منتخب سويسرا في مفاجأة من مفاجآت البطولة، وكمان في مباراة من احلى المباريات اللي احنا شفناها من فترة وكمان احلى مباريات اليورو. سويسرا انا شايفة ان الفضل كله بيرجع للمدير الفني بتاعهم فلاديمير بيتكوفيتش اللي قدر ان هو يسيطر على المباراة بشكل كامل بعكس ديشامب اللي ما كانش عايش اجواء المباراة وخرج جريزمان اللي يعتبر كان احسن لاعب في المباراة او احسن لاعب في فرنسا، لكن هو خرجه وعمل تغييرات سيئة كتير جدا خلال المباراة. على العكس بقى جافرنوفيتش قدر ان هو يسجل هدف التعادل لمنتخب سويسرا في الدقيقة 90، ودي اللي كانت المفاجأة اللي رجعت سويسرا للمباراة وقدرت تخليهم يوصلوا للربع وربع. وخلال الربع وربع ده كان قدر فيهم المدير الفني لسويسرا ان هو ينزل مدافعين ويقفل على المباراة بعكس ديشامب اللي كان بيحاول ان هو يهاجم، لكن كل المحاولات دي باءت بالفشل. المهم ان منتخب سويسرا في الاول كان متقدم 1-0، لكن بعدها ضيعوا فرصه وبعدها ضيعوا ضربه جزاء كمان بناء على تعليمات كريم بنزيما اللي شاور لحارس المرمى للزاويه اللي هيشوط فيها اللاعب رودريجو. لكن على عكس طبعا باتريسيو اللي ما سمعش كلام بيبي في مباراه البرتغال وفرنسا برده. المهم في مباراه سويسرا وفرنسا بعد كده كريم بنزيما قدر ان هو يسجل هدفين وبعدها بوجبا سجل هدف الثالث وقعد يحتفل ساعه بقى بكميه احتفالات مهوله من بتاعه بوجبا،
لكن بعد كده يا دوبك ما خلص احتفال سويسرا قدرت ان هي تجيب الهدف التعادل عن طريق ماريو جافانوفيتش اللي احنا قلنا عليه، واللي قدر يخليهم يوصلوا بعد كده للربع وربع. وبعدين بقى ركلات الترجيح وتألق حارس مرمى سويسرا اما مبابي فكمل الاداء السيء بتاعه من بدايه البطوله وضيع الركله الترجيحيه اللي بصراحه انا كنت متوقعه ان هو هيضيعها. احداث الماتش ده بقى ما وقفتش لحد كده، ما وقفتش بقى عند ركلات الترجيح والربع وربع وست اهداف، ده كمان كان في خناقات ثانيه بعد المباراه. موقع جي اف اف ان الفرنسي نقل ان كان في خناقه ما بين بوجبا وفاران ورابيو وبافارد بسبب ان بوجبا ما كانش بيرجع يدافع. قالوا كمان ان فاران اهان بافارد بسبب سوء الدفاع بتاعه، ان هو ما كانش بيدافع بالشكل المطلوب منه في المباراه دي. الزم حدودك، الزم حدودك. واضح ان الخناقه ما اقتصرتش بس على اللعيبه، ده الاهالي كمان دخلوا في الموضوع، وده حسب ما قال موقع ليكيب الفرنسي. ليكيب الفرنسي اكدت ان الحاجه والده رابيو اتخانقت مع والد مبابي وكمان اهل بوجبا، وقالت لاهل بوجبا ان ابنكم هو السبب في الجون الثاني. الحاجة والدة رابيو قالت كمان لوالد مبابي انك عليك اعادة توجيه وتوبيخ ابنك، من الاخر قالت له ربي ابنك عشان خاطر ما يشوطش ضربة الجزاء بالطريقة اللي فيها غرور وغطرسة بالشكل ده. ربي عيالك، ربي عيالك. ثالث منتخب معانا من المجموعة اياها المجموعة السادسة هو منتخب البرتغال اللي برضو خرج من البطولة على ايد منتخب بلجيكا، اللي بصراحة انا كنت شايفة ان المنتخبين دول حرام ان هم يخرجوا في الوقت ده من البطولة وان هم يخرجوا في دور ال 16 اي حد منهم. المباراة كانت ملحمية جدا وفعلا كانت من احلى المباريات اللي احنا شفناها، لكن تورجن هازارد قدر ان هو بهدف صاروخي يحسم التأهل لمنتخب بلجيكا. بعد كده منتخب البرتغال حاول كتير جدا ان هو يعود للمباراة وسدد تسديدات كتيرة جدا على المرمى، واي حد يشوف احصائيات المباراة هيقول ان مستحيل ان منتخب البرتغال يكون مسجلش ولا هدف في المباراة دي. كريستيانو رونالدو كمان في المباراة دي مسجلش ولا هدف وما قدرش ان هو يعدي رقم علي دائي كأكثر لاعب تسجيلا مع منتخبات. من مفاجآت بطولة اليورو السنة دي او من مفاجآت دور ال 16 هو خروج منتخب هولندا على يد منتخب التشيك والخسارة 2-0. اداء منتخب هولندا طول المباراة طول ال 90 دقيقة كان سيء جدا على عكس ادائهم في دور المجموعات، لكن مش عارفة ايه اللي حصل لهم في المباراة دي، الاداء فعلا كان سيء جدا، لكن الطرد اللي حصل لدي ليخت في بداية المباراة خلى الاداء بعد كده بتاع منتخب هولندا يكون اسوأ. دي ليخت بعد المباراة قال ان هو حزين جدا وحاسس ان هو السبب في الخسارة، وبصراحة بسبب الخطأ اللي هو عمله المضحك جدا اللي هو في وجود الفار تفعل خطأ كهذا يا دي ليخت، لكن دي ليخت ما كانش هو السبب في الخسارة. انا شايفه ان ديبور هو كان المسؤول الاول عن الخساره دي. احنا شفنا فرق بيطرد منها لعيبه وبيدخل فيهم 3 اهداف وبيرجعوا وبيقدروا ان هم يسجلوا اهداف ويعملوا نتيجه ايجابيه ويتاهلوا، لكن ديبور ما عملش كل ده وخرج من المباراه بهزيمه سيئه جدا 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 في تاريخ هولندا. نروح بقى لمواجهه اسبانيا وكرواتيا اللي خلصت 5-3. في اليوم ده احنا شفنا 14 هدف وفي الماتش ده شفنا 8 اهداف. المباراة دي خلصت بفوز منتخب اسبانيا 5-3 وحسموا التأهل في الربع وربع بعد ما كانوا متعادلين 3-3 في 90 دقيقة اول وقت الاصلي من المباراة، قدروا في الربع وربع ان هم يسجلوا هدفين ويتأهلوا لدور ربع النهائي. اسبانيا بعد الاداء اللي ما كانش مقنع قوي في دور المجموعات رجع بقوة في النوك اوت، لكن بصراحة انا شايفة ان الاداء الدفاعي منتخب اسبانيا مش زي منافسيها، مش زي ايطاليا، مش زي بلجيكا، ومش زي انجلترا كمان اللي عامل الارض والجمهور في صالحها، لكن منتخب اسبانيا عنده مواجهه قويه الماتش اللي جاي مع سويسرا في ربع النهائي، هنشوف لويس انريكي هيقدر يعمل فيها ايه. ونختم باليوم الهادي الجميل اللي كان ما فيهوش اي مفاجآت ما بين منتخب ايطاليا ومنتخب النمسا اللي قدر ان هو يفوز على النمسا 2-1، لكن شفنا 90 دقيقه بدون اهداف، وفي الربع وربع او في الاكسترا هاف تايم قدرت ايطاليا ان هي تحسم التاهل ليها وتتاهل لدور ربع النهائي وهتقابل بلجيكا. اما بقى منتخب الويلز ومنتخب الدنمارك فالدنمارك داست على الويلز وكسبوهم 4-0. جاريث بيل اللي كان مختفي طول المباراه بعد المباراه المذيع بيساله هو انت هتعتزل اللعب الدولي، راح سابه ومشي. ننتقل بقى لبطوله كوبا امريكا، الارجنتين والبرازيل الاثنين تاهلوا لدور ربع النهائي كاول مجموعتهم بعد ما تصدروا المجموعه الاولى والمجموعه الثانيه، الاثنين حصدوا 10 نقاط من 3 فوز و1 تعادل. الارجنتين الاسبوع اللي فات قدرت ان هي تفوز على منتخب بوليفيا 4-1، وميسي سجل هدفين في المباراه دي، هدف منهم عن طريق ضربه جزاء والهدف الثاني كان من صناعه سيرجيو اجويرو. ميسي كمان صنع هدف ثاني لالكاندرو جوميز، والارجنتين عندها مواجهه سهله نسبيا قدام الاكوادور في دور ربع النهائي.
أما البرازيل بقى فأنهت مبارياتها في دور المجموعات بالتعادل أمام منتخب الإكوادور اللي كان محتاج النقطة دي بس عشان خاطر يتأهل لدور ربع النهائي ويقابل الأرجنتين زي ما قلنا. أما البرازيل بقى فقدامها مواجهة قوية جدا قدام منتخب تشيلي. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، ولو عجبتك الحلقة عمل لنا لايك وشير وسبسكرايب واستنونا في حلقة جديدة من دوري الملوك.